شتاير ولم يؤمن بهدى الثورة على الطغيان إلا بنصر الشعب العربي. نزل خبر وفاة أميرة الطرب العربي كالصاعقة على العرب عامة وعلى الجزائريين على وجه الخصوص، فقد رحلت عشية الخميس 17 مايو الحالي وردة الجزائرية إثر سكتة قلبية بأحدى مستشفيات القاهرة، وفي اللحظات الأخيرة قبل أن تصعد روحها الطاهرة إلى بارئها طلبت وردة نقلها سريعا إلى الجزائر، وكأنها أحست أن عمر ورقة حياتها قد انتهت. هذا وقد شيع المصريون يوم الجمعة جثمان فقيدة الطرب العربي عن عمر يناهز 73 عاما، وأدى المصلون صلاة الجنازة في مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة. وبأمر من رئيس الجمهورية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة القاضي بإرسال طائرة خاصة لنقل جثمانها إلى الجزائر حيث ستوارى الثرى بمسقط رأس أجدادها. وفعلا لم يتوانى أهل الفن والإعلام في الجزائر، بحيث تجمعوا بساحة قصر الثقافة بغرض التوجه إلى مطار الجزائر الدولي لمقابلة وردتهم التي لطالما متعتهم بعطر أغانيها الرائعة ولسنوات طوال. فنانة ومغنية وممثلة اون بليس الى جمع مدارس الفنانين هما تاني يحسوا واش راني حاس. انا شوية لم شوية اكتر على خاطر تعاملت معها قصرت معها صديقة صديقة اون بليس يعطيك الصحة. فوالا الصوت لا يعوض، الصوت جميل، جمال وشكل ووقفة وكاريزم، يعني مش نقول لك على وردة، وقفتها تكفي يعني من غير ما تتكلم وقفتها تكفي، من غير ما تغني وقفتها تكفي. فنانة يعني انحرمنا منها، انحرمنا من صوتها ومن فنها الرائع، وما نقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله ربي يسكنها ويدخلها إن شاء الله الجنة إن شاء الله. C'est un moment triste de voir que Warda ne sera plus parmi nous, mais elle le restera toujours, elle sera toujours parmi nous par le fait qu'elle elle a chanté d'Algérie avec un amour extraordinaire. نقول وردة راكي خليتينا صراحة خليتينا فراغ كبير. الأغنية الوطنية تعلمناها من وردة عيد الكرامة عيد أعيادنا. أدعوك يا أملي، ما نقدرش نقول لك إن الله وإنا إليه راجعون. السيدة وردة التي أطربت وأمتعت الملايين وأجيال ثم أجيال، صفق لها الكثيرون ملايين وحبوها، وكانت طبعا هي قدوة للثقافة للفن. بعدها أقلتهم حافلة إلى مطار هوار بومدين الدولي، وبالقاعة الشرفية انتظروا ساعات وساعات دون هوادة أو كلل للقاء جثمان العزيزة الغالية وردة كما يستقبل جثمان العظماء. كانت تستغل كل فرصة لباش تخدم على بلدها. أنا سمعت بك كانت في وقت الثورة كانت تاخذ كاشي نتاعها وتمدوا الفون سبيسيال هذاك نتاع الجبهة التحرير الوطني. الأسرة الفنية الجزائرية من المسرح والغناء والسينما كلهم موجودين معنا اليوم باش يوقفوا آخر وقفة، يعني وقفة تقدير واحترام كذلك للفاقدة، ويعني احنا واش نطلبوا لها يعني الرحمة. هذا وقد بعث الرئيس بوتفليقة ببرقية تعزية إلى عائلة الفقيدة قال فيها:
شاءت حكمة الله جل وعلا أن تودع وردة دنياها وهي تستعد مع حرائر الجزائر وأحرارها للاحتفال بالذكرى 50 لعيد الاستقلال، وأن تسهم فيها بإبداعاتها كما أسهمت في ثورة التحرير الوطني بما كانت تقدم لجبهة التحرير من إعانات في مكاتب الحكومة المؤقتة خاصة في مكتبها بلبنان. قصة كفاح أمك، قصة كفاح أمك، شعب المجيد، شعب المجيد، شعب المجيد، يا عيد بلادي، يا عيد بلادي. وفي صبيحة السبت 19 ماي توفد حشود من المسؤولين وأهل الفن والإعلام وجمهورها لإلقاء النظرة الأخيرة على وردة فتوكي الاسم الحقيقي لوردتنا الجزائرية. وخلال ذلك ألقت معالي وزيرة الثقافة خليدة التومي في تأبين الفنانة الراحلة وردة كلمة عطرة عطر أريج قلوب الملايين من محبيها وعشاقها في العالم كله. مؤمنات أن الأوطان تستحق كل التضحية، منذ تنهنان إلى الكاهنة ثم للا فرمنزومة وحسيب بن بعلي والزهر زريف وكل الأخريات ووردة الجزائرية. من طينة هذه السلالة من النساء العظيمات اللواتي لبين نداء الوطن في أحلك الظروف. ثم انتقلنا في جو مهيب إلى مقبرة العالية أين ودع الجزائريين وباختلاف مشاربهم من أعلى مسؤول إلى أبسط مواطن، ودعوا نجمتهم مجاهدة الكلمة واللحن المميز وردة الجزائرية وفي أذهاننا ووجداننا وصيتها في آخر عمل فني بارز هو أغنية مازال واقفين التي تم بثها على نطاق واسع قبيل الانتخابات البرلمانية. ونداؤها للشباب الجزائري وجيل اليوم والمستقبل أن يحفظوا أمانة الجزائر ويصونوا الوديعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تحيا الجزائر، الله أكبر. كسفير لدى مصر اول زياره عملتها لها وتاثرت، لان كنت نعتبر هي سفيره الحقيقه باسم الفن والثقافه وحب الوطن. وكهمزه وصل خذيت منها عده سك نصايح خاصه مع المجتمع المدني، وكانت هي دائما الاولى باسم الجاليه كانت تعبر على موقفها لحب الوطن والدفاع على حقوق الشعب الجزائري في استقلاله وفي مكافحة كل ما هو جهل وتطرف. في فعلا هي كانت أكبر سفيرة للشرف والحب والكرامة باسم الجزائر الخالدة. كل مواقف وردة مواقف مع كل الناس، ليس مع الأقارب فقط أو الأصدقاء، مع كل الناس وردة كانت قلب مفتوح، ووردة ابتسامتها كانت صدقة كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت عطاءاتها لهذا الوطن عطاءات يشهد لها القريب والبعيد. ونعتبروها كذلك أنها سفيرة، سفيرة الجزائر أينما حلت نفعت، وكذلك نعتبروها الجسر اللي ربط كل الجالية الجزائرية بالوطن الأم الجزائر،
وكذلك من خلال قصائدها ترفع الهمم وتشد الرحال نحو الوطن الأم الجزائر، فهي مفخرة للجميع وكذلك مفخرة للأجيال، كل الأجيال. وإننا اليوم نتمزق حسرة وألما لفقدانك يا وردة، والإلهام والأمل يحذونا لنقول: ترجلت كالفارس يوم شاءت الأقدار، رحلت وردة وهل تموت الأزهار؟ فعطرها باق وحبها يسري في عروقنا أنهارا أنهار. وداعا يا أسطورة الطرب العربي.